كروان الجيل تسلم لي وبنت هذا الجيل مياد الحناوي. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، دائما بتضيف. اهلا وسهلا بها الجمهور الرائع، واهلا بالاستاذ فادي. بوجودك نحن خلص ما بدنا نتكلم. حياتي انا بحبك كثير والله. تسلمي. نحن ما بدنا نحكي عنك، شو بدنا نحكي؟ قد ما حكينا ما بقدر. بحب مسلسلاتك كثير. كلك ذوق. كيف بترحبي غناء بجمهور بيستقبلك هيك؟ طبعا انا بعشقك. كيف كيف غناء بتغنوا معي بس؟ اوكي. انا بعشقك، انا كل لك، انا بعشقك، انا كل لك، انا يا من ملك روحي بهوى، روحي بهوى الأمر لك طول الحياة، طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنفس هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبيني ولا الهوى حمر مزارك، بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك، نارك بتحبيني الله. مياد الحناوي من مواليد 8 اكتوبر من حلب، منطقه المهوط، يعني منطقه نزار قباني، منطقه صباح فخري. بس من انا وصباح فخري من نفس المنطقه. ايوه اثنيناتكم معلين. أيوة. رايه الاغنيه العربيه بس في سوريا واحد يعني طبعاً. طبعا سوريا يعني كلهم فنانين سوريين طبعاً. انا بعتز فيهم جدا جدا. من انت وصغيره كنت تقولي لامك الله يرحمها ماما اذا مش اللي بيلحنوا لي مش كبار، يعني كبار بالتلحين وكبار بالكلمه بالشعر، ما بدي اغني ولا بدي اغني ولا بدي احترف الغناء. من انت وصغيره كنت هالقد كنت واثقه من حالك؟ صحيح، وهيك صار. يعني واثقه من حالي كثير، يمكن ما بعرف، يمكن ابواب السماء كانت ما فتحت لي يعني. وانه حتى انه فاتن لما اختك فاتن دخلت بالفن يعني ما رضيت انا يعني قالت لي ليش طيب ميادة؟ قلت لها اذا ما حدا لحلي مثل عبد الوهاب ولا الاستاذ بليغ حمدي ولا 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 صنباطي ما بطلع بالفن. فيعني وهيك صار، وهيك صار، هيك صار. بعمر الست سنوات طلبها الطلب ومشي الحال، الحمد مش لله. الحال. بعمر الست سنوات لما كانت ام كلثوم تغني كل اول خميس من اول شهر بالاذاعه تضغطي تحت الحاف. صحيح. انت والراديو وتصرين كنت انك تسمعي ام كلثوم رغم انه اهلك كانوا يقول لك يا ميادة نامي. الا انه بعمر الست سنوات انه اسهر بذاك الوقت يعني كان كثير صعب يعني انه يعني للساعة 3 بالليل. بس لوين كنت تروحي انت وام كلثوم؟ ما بعرف يعني في صوت ام كلثوم لحد الان بياخذني لعالم غريب عجيب رائع بياخذ العقل، ما بعرف عن جد. كيف تستحضري هلا غناء لام كلثوم؟ يعني حافظت لك كل اغنياتها انا اصلا. اول يعني اغنيه بتطرق يعني هيك بتخطر على راسك شو؟ حيرتي قلبي معك وانا بداري واخبي
والعمي اللي هوياك والعمي اللي هويا قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك اللي في قلبي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعاني وعزت نفسي منعاني بعمر السبع سنوات غنيتك انت حافظه ليه يا بنفسك وحبيبي هو حبيبي لا صلى على الامر الناهي لسه فاكر كان عمرك 9 أو 10 سنوات كنت حافظه تقريبا كل الاغاني تبعت ام كلثوم كنت حافظتها يعني كانت كل يوم خميس باول الشهر كانت تعمل اغنيتين يعني متزوجه من 6 سنوات من مهند الاحمد ضابط في الجيش السوري ايوه حب عاصف ها طبعا سافر وما قال ليك وانت راسك كبير هيدا الحناوي لا نعرف هالاشياء سافر وانت كنتي متشبثه بس مر الزمن كيف نطرتي قد ايه نطرتي كم سنه شوف الفنان 16 لا لك شغله الفنان اذا ما بيحب حلو الحب يعني يا ويله اللي ما حب